الأصل أن المسلم يتطهر في بيته، يتوضأ في بيته ويلبس أحسن الثياب، ما يؤخر إلى المسجد، هذا أفضل أولى. يمشي في سكينة ووقار، في سكينة في الهيئة ووقار في الحركات، يعني لا يكثر الالتفات، رفع الصوت، مشمر، يجري، يهرول، لا، يمشي أو يركب. إذا عندنا أدب قبل أن يصل المسجد، فما بالك عند المسجد. إذا دخل المسجد ترك الدنيا خارجا، لا يدخل في المسجد مع الدنيا، لا يبيع ولا يشتري في المسجد، ولا ينشد الضالة، ولا يلعب في الجوال، هذا بيت من بيوت الله يا إخوان، مفهوم؟ تمام. يقدم الرجل اليمنى مع الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واليسرى عند الخروج. إذا دخل المسجد الأصل يتقدم إلى الصف الأول، هذا الرجال، والنساء يتأخروا إلا إذا كان لهم مصلى خاص. إذا دخلت إلى المسجد وجدت الصلاة قد أقيمت، تكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، وتدخل مع الإمام على أي هيئة يكون فيها الإمام، قائم، قاعد، راكع، في التشهد الأخير. وإذا كانت الصلاة لم تقم بعد، ماذا تصنع؟ تتقدم وتصلي راتبة الصلاة هذه إن كان لها راتبة، وإلا تصلي تحية المسجد قبل أن تجلس. طيب، تدرك الصلاة الركعة بإدراك الإمام قائماً أو راكعاً، وإذا لم يدرك الإمام قائماً أو راكعاً لم تدرك الركعة، بعد أن يسلم الإمام تقوم وتقضي ما فات. شروط الوضوء، نعم، شروط الوضوء. من أمس قلنا لكم تكتبوا لي 9 أشياء، كتبتم؟ ها؟ الصدق من جاء. شروط الوضوء، ها؟ لا حول ولا قوة. إذا كيف يا إخوانا كيف ستتعلموا إذا ما تحفظوا؟ والله ما يمكن. ها أخي تحفظ؟ لا حول ولا قوة. بسم الله. كم؟ أنا ما حضرت معكم أمس لكن عارف. كم؟ ثمانية. لا يا شيخ اجلس. ما حضرت أمس. اجلس. كم؟ 9. شروط الوضوء؟ 9. آخر كلام. آخر كلام. حتى تثبت ما يصلح. كم؟ 10. يقول. 10. يلا اذكر 10. الإسلام. الإسلام. آخر كذا شوي. معك جوال ولا إيش معك؟ هاتم. اي هاتم، مو مشكله، انا ارد عليه. اعطينا مكالمه خاصه. خلاص اعطي، لا ترد. الاول الاسلام والعقل والتمييز والنيه، هذا معروفه الحمد لله. تمام، امشي. شفت الان اصبح ايش؟ اسهل. مشينا على طريقه واحد، اصبح اسهل الان. لا لا عاد لا حاجه للاعاده. صحيح، نعم. قلنا الاسلام والعقل والتمييز والنيه. والنيه والنية قال واستصحاب النية إلى أن تتم الطهارة. استصحاب النية إلى أن تتم الطهارة، يعني ما يصح أن ينوي ثم يقطع النية في وسط الوضوء. صحيح، مفهوم. بعدين دخول الصلاة. إيش دخول وقت الصلاة؟ لا لا، مو الآن، آخر شيء دخول. نعم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو علم هذا؟ نعم. الإسلام. إسلام وعقل وتمييز ونية واستصحاب النية إلى أن تتم الطهارة بل أنه قطعها. إيش؟ طهورية الماء وإباحته، يعني لا بد يكون الماء لا يكون نجس، ما يصح أن يتوضأ بماء نجس أو بماء مغصوب. يعني هذا الأخ يريد يتوضأ وقال لهذا أعطيني ماء، قال لا ما أعطي، يسرق الماء أو يضرب ويأخذ منه الماء، لا، وجد ماء الحمد لله، ما وجد إيش؟ يتيمم. نعم. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. مثلا هذا يعمل في طلاء الجدران، كان على يدي مثلا طلاء، أو النساء يضع أشياء في الأظافر، تعرفوها؟ الله يبارك فيك، تسمى عندنا بماذا؟ بالمناكير، يعني منكرات كثيرة. والله هذا اسمها مو أنا، أنا صح؟ نعم. فلا بد نقول للمرأة إزالة المنكر أولا حتى يكون الوضوء صحيح. اسمها مناكير، جمع منكر. نعم، تمام. الاستنجاء والاستجمار قبله، لكن إذا كان الناقض للوضوء موجب للاستنجاء والاستجمار، خروج الرحلة بول غائط، نعم لابد من استنجاء واستجمار قبله. و
ايوه انقطاع موجب الوضوء يقول قبل هذا لازم مفروض انقطاع موجب الوضوء يعني ما يصح يتوضا وهو ياكل لحم جزور مثلا او يتوضا ويخرج منه ريح نقول انتهي من اكل لحم الجزور ثم توضا انتهي من خروج الريح ثم بعد هذا توضا بعدين استنجاء استجمار قبله اذا كان له لابد من استنجاء استجمار طهريه ماء واباحته قلت دخول الوقت في من حدث دائم هذا تمام بارك الله فيك فروض الوضوء ايش تقول هاي والله صح. ها اوقف اوقف لك واقف ما هي فروض الوضوء خليك واقف الآن ما شاء الله زاد العدد أي أوقف ستة يقول فروض الوضوء ستة احفظها يا أخي لا تقول خلاف كذا الآن ما نبغى خلاف تمام ستة فروض الوضوء أربعة ذكرت في الآية أربعة ذكرت في الآية ونضيف عليها الترتيب والموالاة أصبحت كم فهمت يا بطل تمام خليك واقف أربعة ذكرت في الآية غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس مع الأذنين شوف نرتب الآن أدخلنا الممسوح مع الغسل وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب أن يرتب كما رتب الله سبحانه وتعالى والموالاة السادس أن لا يؤخر غسل عضو ويكون الذي قبله قد جف فهمت هذا فروض ولا شروط عيد عيد الستة أربعة ذكرت في الآية غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق واليدين مع المرفقين ومسح الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب أن يرتب كما رتب الله سبحانه وتعالى الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو ويكون الذي قبله قد جف هذا الأخ هو يتوضأ بسم الله وبدأت مضمض استنشق غسل الوجه اتصل هذا ها يا أخي كيف الحال قال والله بخير قال أخبار الدورة قال والله متعبة الدورة هذه وكذا وإن شاء الله ننتهي غدا بإذن الله تعالى إن شاء الله ننتهي والمهم وبعدين بعد هذه المحادثة كلها أكمل وضوء يصح لا خاصة في أيام الصيف لكن اتصل عليه واحد قال عندي وضوء بس دقائق أكلمك وأغلق وأكمل يصح ما في إشكال مفهوم أجلس نعم نواقض الوضوء أهم ما يكون والله إخواننا النواقض أهم ما يكون أو من أهم ما يكون أحسن يلا من يعطيني نواقض الوضوء لا حول ولا قوة إلا بالله الأول الخارج من السبيلين مطلقا أي خارج من قبل من دبر من ذكر من أنثى ناقض الوضوء بول غائب ريح مذي وذي مني حيض نفاس حصى أي خارج من السبيلين من قبل من دبر ذكر أو أنثى ناقض الوضوء تمام الثاني يقول زوال العقل ما أدري ليش سؤال العقل دائما يأتيك زوال العقل بماذا؟ بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر زوال العقل إذا زال العقل نوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر هذا الأخ وهو في الدرس هنا قال أبو شيء من النعاس انتقض وضوء أو لا نقول هل تشعر؟ قال نعم أشعر بنفسي وأسمع للدرس لكن غلبني شيء من النعاس إذن وضوءه صحيح إذن النوم ليس بناقض الوضوء لكن هو مظن لخروج الريح فإذا كان يشعر بنفسه ما انتقض وضوءه إذا لا يشعر قال هذا يقول والله أنا ذهبت إلى البلاد وصلت هناك خلاص نسيت والدرس كل شيء إذن وضوءه انتقض صحيح من نعم زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر أكل لحم الجزور أكل لحم الإبل ولا تقول المسألة فيها خلاف امشي على هذا الآن
خلاص خليك مع قول ابن عثيمين الآن وبعدين الله سبحانه وتعالى يسر لنا ولكم. تمام. و اجلس وبس. تمام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إذا سئلت نواقض الوضوء كم؟ ممكن تقول 8 وما تعدها مثل الأخ هذا قال شروط الوضوء كم؟ 10 وما استطاع يعد 10. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول إيش؟ إذا سئلت قل النواقض 1 2 3 هذه النواقض وقف عليها. لكن عندنا ما يصلح هذا، لازم قبل الشروط تقول كم؟ العدد. شروط الصلاة 9، شروط الوضوء 10، فروض الوضوء كم؟ 6، منها الترتيب والموالاة. تمام. 4 في الآية مع الترتيب والموالاة. صفة الوضوء ينوي بقلبه، يسمي، يقول بسم. ما الفائدة من ضبط نواقض الوضوء؟ قال الفائدة، هذا الأخ يسأل قال مس المرأة ناقض الوضوء؟ نقول لا. لماذا؟ ما أخذنا صح، ما ذكرنا، مفهوم؟ أي نعم. مس الذكر ناقض للوضوء؟ يقول لا مباشرة، يقول لا، مفهوم؟ ما أخذنا، مفهوم؟ هذا الفائدة من ضبط نواقض الوضوء. مسألة خلاف، نعم، خلي الخلاف الآن. أشهى الآن صفة الوضوء، ينوي بقلبه، يسمي، يقول بسم الله، يغسل الكفين استحبابا 3 مرات، وإذا كان استيقظ من نوم الليل يجب عليه غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء، يأخذ ماء بيده اليمنى، يتمضمض، يستنشق، يسحب الماء بمنخرين، يدير الماء في فيه، ثم يمج الماء من فيه ويستنثر بيده اليسرى مع نفس، ثم يغسل الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، مع ما استرسل من اللحية. تخليل اللحية في الوضوء يرجع فيه إلى اللحية كثيفة أو خفيفة، إذا كانت الوجه يرى خلف اللحية هذه لحية إيش؟ خفيف. إذن التخليل عنده واجب هذا، وإذا كان كثيفة التخليل عنده مستحب، مفهوم؟ هذا لابسين كمامات، أنا ما أستطيع أشوف الآن، هذا لحية كثيفة مثلا. طيب لا وين؟ لا لي. ما هي بينة مرة. المهم ما أسمع. ويغسل اليد، الآن هنا غسل الكف هنا في اليد هنا ركن، لابد يغسل الكف من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفق اليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس، يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه، ثم يعود مرة أخرى ويدخل السباحتي في صماخي أذنيه ويمسح بالإبهام ظاهرهما دون أن يأخذ ماء جديد للأذنين، ثم يغسل الرجل اليمنى مع الكعب ثم اليسرى مع الكعب، ثم يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام 1 أو 2 أو 3 مرات. المسح مرة واحدة للرأس، ما في تثليث، مفهوم؟ تمام. صفة التيمم، ينوي بقلبه، يسمي، يقول بسم الله، ثم يضرب بباطن كفيه على الأرض دون تفريج الأصابع. أصحاب البر انتبه معي، ينوي بقلبه، يسمي بسم الله، يضرب ضربة واحدة على الأرض، على الأرض، تراب، طين، رمل، حصى، صخر، مفهوم؟ سيراميك لا، خشب لا، موكيت سجاد لا، هذه الطلاء البويا لا، مفهوم؟ قماش لا. تمام، مفهوم يا أخي؟ تراب، رمل، طين، حصى، صخر. طيب، ضربة واحدة ثم يمسح الوجه، ثم ظاهر الكف اليمنى ثم ظاهر الكف اليسرى مرة أخرى، ينوي بقلبه، يسمي بسم الله، يضرب بباطن كفيه على الأرض ثم يمسح الوجه، ثم بباطن كفه اليسرى يمسح ظاهر الكف فقط، وبباطن كف اليمنى يمسح ظاهر كف اليسرى فقط، مفهوم يا أخي؟ يلا بسم الله.
سمي ينوي بقلبي أول بسم الله اضرب ضربة واحدة على الأرض ليس على الموكيت. نعم. بعدين أمسح الوجه أول ثم اليمنى ثم اليسرى. متى يتيمم؟ يتيمم عند عدم الماء، إذا عدم الماء أو كان ماء قليل ويحتاج مثلا للشرب خلاص، أو عدم القدرة على استعمال الماء، برد شديد أو مرض. مفهوم؟ تمام. صفة الاغتسال، الاغتسال يقول على صفتين، صفة كاملة وصفة مجزئة. صفة كاملة مستحبة أكمل اغتسال واغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة مجزئة سهلة. نبدأ بماذا؟ بالسهلة. تمام. ينوي بقلبه، يسمي بسم الله، يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع المضمض واستنشاق واستنثار، ويخرج يصلي. نعيد. ينوي بقلبه، يسمي بسم الله، يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع المضمض واستنشاق واستنثار، هذا اغتسال أعلى من الوضوء. مفهوم؟ تمام. الصفة الثانية، صفة الكاملة المستحبة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، يغسل الفرجين القبل والدبر، ينوي بقلبه، يسمي، يغسل الكفين، يتمضمض، يستنشق، يستنثر، يغسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، ثم يغسل الرأس يروي بالماء مع الأذنين، ثم يغسل الشق الأيمن كاملا، ثم يغسل الشق الأيسر كاملا، ثم يغسل الرجل اليمنى ثم اليسرى، ويخرج يصلي. أعيد مرة أخرى، يغسل الفرجين القبل والدبر، ثم بعد هذا ينوي بقلبه، يسمي، يغسل الكفين، يتمضمض، يستنشق، يستنثر، يغسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، ثم يغسل الرأس يروي بالماء مع الأذنين، ثم يغسل الشق الأيمن كاملا ثم الأيسر كاملا، ثم يغسل الرجل اليمنى ثم اليسرى. يعني اغتسال مع وضوء مع بعض. مفهوم؟ تمام.